هنا، وطبعا يترجم الشيخ عمر. تفضل شيخ عمر. نعم، هذه المرأة تذكر وهي معها مجموعة نساء أيضا بجانبها أنها تعرضت لتحرش من قبل الجيش البوذي، قاموا بحجة أن لديها أسلحة، أن لديها يفتشون الأسلحة والسكاكين وربما بنادق، وعروها بهذه الحجة، وعروا جميع النسوة التي معها وعروها، ثم صوبوا البنادق إلى المناطق. للأسف يعني ما أستطيع أن أذكر، فتحرشوا بها وصوبوا البنادق إلى مناطق السوءة، والله المستعان هذا ما يحدث يعني. وهي تستنجد الآن تقول يعني أحمونا من هذه الانتهاكات اللا إنسانية. الأب الرحيم والزوج الودود والأخ الكريم لا يستطيعون شيء، يغتصبون أمام عيونهم، الله المستعان. وطبعا بقوة السلاح، بقوة السلاح تحت التهديد والإجبار. طبعا شيخ عمر، هذا مثال من عدة أمثلة. نعم طبعا، هذا غيظ من فيض يعني، هذا شيء بسيط، هذا ما وصل فقط إلى الإعلام، إبرة في محيط والله. هذا ما يذكر يعني، في أشياء مهولة تحدث في أراكان. يعني ما يحصل في أراكان الآن إبادة جماعية، إبادة ممنهجة. ما يحدث في أراكان الآن يعني تنافي جميع الأعراف الدولية وتعليمات جميع الأديان. ما يحدث في أراكان طيب الآن. يوجد مسلمين في روهانجا غير الإقليم أراكان؟ نعم، هناك بعض الأقل المسلمين من أصول هندية وكذا، يعني هم في متواجدين في رانغون والمناطق الأخرى، لكن لن يصل إليهم الاضطهاد مثل ما وصل إلى ولا بس الروحية. لكن لا يتولون مناصب، لا يتولون مثلا يعني أماكن سيادية أو كذا؟ لا يعني هم حسب يعني الدراسات اللي المؤهلات لديهم ممكن يتولون بعض الوظائف البسيطة يعني. طيب بس في هنا نقطة بسيطة في